حقيقة أي تجمع، إحنا نقول تجمع الفيسفاء هذا اللي جاي من عبارة عن شدة ورد، اللي تجمع القومية وتجمع المذاهب وتجمع الأديان وتجمع الإنسان كان أبيضا أو أسود. حقيقة هذه الصورة تجدها في العراقيين، ترى التنابز أو التناحر إنما تأتي من ناس ضعفاء، ناس عديمين الوعي، ناس عديمين ثقافة، ناس عديمين فكر، لكن الفكر الصحيح عندما تجد هؤلاء موجودين كل الأطياف كل المذاهب وكل القوميات وجميع المحافظات موجودة في هذا المكان، وهو معرض ما يتجاوز عن 5 دوانم نقول عندنا، يجمع هذه الوجوه واللغات والأديان والمذاهب كلها في هذه البقعة اللي مجمعها هو العراق، العراق الواحد إن شاء